إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبحان الله بخاتم الرسيلة ومن الليل فشده وسبحه ليلة طويلة الحمد لله الذي نصر سبحانه على عبده ليكون العالمين نصيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وخلق كل شيء فقدره تقديرا الحمد لله الذي في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فسبحان المتجلى على عباده بالكفار في هذا اليوم الصليب نحمده بذلك منا ونشكره شكرا جزيلا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.